صباح الورد والفل على عيونكم الحلوة، أو مساء الورد والفل على قلوبكم الجميلة. النهاردة من مطبخ جيجي الأحلى الأكلات، هنخلل مع بعض الفسيخ زي ما احنا شايفين كده. معانا سمك غسلاه ومنشفاه بمناديل المطبخ، ومنشف الخياشيم بتاعته بمناديل المطبخ، هو ناشف كده خالص زي ما احنا شايفينه. معظم الناس اللي هتشوف السمكية دي في ايدي هتقول هنخلي السمك بوري. لا يا حبايب جيجي، ده مش سمك بوري، ده سمك اسمه توبار. الفرق بينه وبين البوري هو شكل البوري خالص اهوت، الفرق في راس السمكية وعينيها. راس التبار صغيرة ومسحوبة كده على قدام، وعينيه صغيرة. ادي واحدة تانية اهي معانا بنفس الشكل. هنخلل السمك دوت مع بعض، طبعا هيوفر لنا كتير في السعر. كلنا عارفين ان الفسيخ غالي جدا في المحلات، احنا هنعمله بطريقة سهلة مش هياخد مننا مجهود ولا وقت، وان شاء الله هيطلع طعمه زي بتاع المحلات. انا هنا معايا ليمون طرنشات وملح خشن، ومعايا معلقة كبيرة كركم، ومعلقة كبيرة شطة، ومعايا كمان نص كوباية من الزيت. هنشوف هنخلل الفسيخ ازاي مع بعض. انا هنا عندي بولة فاضية، هنزل فيها الملح الخشن والكركم والشطة، وهقلبهم مع بعض. ودلوقتي هكون مجهزة حوالي 5 6 كيس او كيس على قد ما تقدري. طبعا هفتح الكيس كده وابتدي ارص فيه كام حلقة من الليمون، وهنزل عليه بشوية من خلطة الملح والشطة والكركم. همسك بقى السمكية كده وافتح الخياشيم، وعلى قد ما اقدر احشيها ملح، املاها ملح. شايفين يا حبايبي انا بحاول ازق الملح كده عشان املاها كلها، ما يبقاش من على الوش بس. وهبتدي ارص السمكية. ادي واحدة تانية اهي معانا، بنفتح الخياشيم كده بصبعنا ونروح مليينها ملح. انا هنا معايا 1.25 كيلو من السمك، احنا هنا حطينا في كيس سمكة عكس سمكة زي ما احنا شايفين، وبملى معاكم خياشيم سمكة تانية هي. ودي كده اول رصة معانا، احنا كده عملنا اول رصة سمكية عكس السمكية، ونحطهم كده جنب بعض. وابتدي انزل عليهم بشوية ملح، وكام حلقة من الليمون، وشوية زيت صغيرين زي ما احنا شايفين كده. واكرر نفس حشوة الخياشيم وارصها سمكة عكس سمكة زي ما احنا عملنا في الاول. اهي حبيبي كده اخلص بقى
كل السمك اللي معايا وارجع لكم بعد ما اخلصه. انا هنا حبايبي خلصت السمك كله، عملته بنفس الطريقة اللي عملناها سوا، ودلوقتي رشيت عليه الملح الشطة والكركم وباقي طرنشات الليمون، وكبيت شوية الزيت الباقيين على الوش كده. هبتدي بقى امسك الكيس اطلع منه الهواء، طبعا مهم قوي ان انا اطلع الهواء من الكيس، وهربطه جامد. طبعا احنا قلنا هنستعمل حوالي 5 6 اكياس او اكياس على قد ما تقدري. احنا هنا حبايبي خليلنا سمكية اسمها طبار، اللي هي شكل البوري، وناس كتير ما بيعرفوش يفرقوها من بعض. وان شاء الله باذن الله هنجيب بوري، بس بوري كبير بقى، وهنخلله مع بعض ونشوف الفرق بين سمكة الطبار اهي والفرق بين سمكة البوري. انا دلوقتي حبايبي ربطت كذا كيس في بعضيهم وهم زي ما احنا شايفين كده. ودلوقتي هجيب بكرة السلوتيب وهغلف الكيس اللي معايا دوت كله بالسلوتيب، الفسيخ ده هيتخلل في خلال 15 يوم او 18 يوم بالكتير قوي. ان شاء الله بعد 15 يوم نفتحه ونشوفه مع بعض، وبإذن الله هيطلع زي الفل. اتمنى حبايبي تجربوا وصفة الفسيخ اللي احنا خللناها مع بعضينا، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. وما تنسونيش في تعليقاتكم الحلوة ولايكاتكم عشان القناة يا حبايبي تكبر بيكم. واللي عايز اي طريقة او وصفة يكتب لي في التعليقات وانا هعملها لكم. احنا بنلف اهوت السلوتيب على الكيس كله، انا هنا هلف بقى العكس زي ما احنا شايفين. علشان اضمن ان الكيس كله مربوط كويس بالسلوتيب، وكل يومين يا حبايبي هقلبه على الناحية التانية. يعني انا مش هسيبه كده 15 يوم مش هبص عليه، لا كل يومين تلاتة هروح قلب الكيس على الناحية التانية. كده حبايبي احنا خلاص خلصناه، هنشيله بقى في مكان في المطبخ بطرمان او نحطه في اي حتة. والف هنا وشفا على قلوبكم.